يلا اليوم نبدأ حلقتنا بشكل غريب من نوعه ودراسة جديدة صراحة ما اقتنعت كثير بهذه الدراسة، راح أقول لكم عليها أمكن أنتم تقتنعوا. كشفت الدراسة الجديدة أنه كثير من الأشخاص يعشقوا سماع الأغاني الحزينة، هل أنتم منهم ولا لا؟ وكشفت هذه الدراسة اللي أجرتها جامعة طوكيو للفنون عن أسباب الرغبة الملحة لدى الناس بسماع الأغاني الحزينة. ليش؟ قالوا أنها تساعد الإنسان على التقليل من حدة المشاعر السلبية، وأيضا تعمل على تنظيم المزاج والعواطف السلبية، خصوصا للأشخاص المصابين بالاكتئاب، فإنها ممكن تقلل من هذا الاكتئاب أو أي اضطرابات نفسية ممكن يحس الإنسان أنه حاس فيها. والله وأنا أقول لكم عن رأيي الشخصي أحس عكس كذا تماما. ليش؟ لأنه دائما إذا سمعنا أغاني حزينة فيها فراق وعذاب وخيانة وكذب، يعني ندخل في مود هذه الأغنية الحزينة، ونحن بنفس الوقت نحس بحزن داخلي وأيضا اكتئاب في نفس الوقت، فالموضوع يعني في تناقض شوية. ونحن أكيد راح ناخذ الكلام الصحيح من الأخصائية النفسية أستاذة حنان شعفل، موجودة معانا عبر الهاتف. يا هلا فيك أستاذة حنان. أهلا وسهلا فيك. بداية خليني أسألك، ما هي العلاقة بين مزاج الإنسان والموسيقى بشكل عام؟ بشكل عام يعني وجدوا أنه الموسيقى بتنظم المشاعر عند الإنسان وتغيرها بشكل كبير. يعني إذا لاحظتي أنه مثلا تكوني أنت في مزاج مثلا عادي، لو سمعتي موسيقى بترفع من مستوى الأدرينالين أو تخلي الشخص يكون عنده حماس أكبر أو طاقة أكثر، يعني مثلا زي في الكلاسات في النوادي الرياضية بيستخدموا موسيقى تكون عالية والرتم حقها سريع، على أساس أن هي تساعد على مثلا الشخص يكون عنده طاقة أكثر أنه هو يلعب رياضة. في بعض الأغاني أو الموسيقى مثلا ممكن تساعد الشخص على الاسترخاء، تدخله في مزاج أو في إحساس السوفت ميوزك الاسترخاء. أيوة السوفت ميوزك. في مثلا أغاني مثلا زي أو الموسيقى مثلا تكون حزينة شوي، ممكن تدخل الإنسان في مزاج حزين. فالموسيقى بشكل عام تأثر على المزاج عند الإنسان، ووجدوا أنه يعني كثير من الناس بيتحسنوا بعد سماع أنواع معينة من الموسيقى أو الموسيقى بشكل عام، وهي تساعد على زي ما قلت لك تنظيم الانفعالات أو تحسين المزاج عند الإنسان. حلو، يعني أنت الآن هنا متفقة معي بكلامي 100%، بس أنا أبغى تعليقك على الخبر ويمكن تبرير تعلق بعض الناس بالأغاني الحزينة. يعني هل هذا معقول؟ أغاني الحزينة تعدل من الحالة النفسية والمزاج النفسي؟ شوفي، بالنسبة لتعديل المزاج ما متأكدة كثير من الموضوع، ولكن ليش الناس بتتعلق بالأغاني الحزينة؟ يعني ممكن يكون يعني في عدة عوامل أو عدة أسباب، من ضمنها إن الإنسان لما يسمع أغنية حزينة بتحكي موضوع معين، الموضوع ده بيمسه أو لقى نفسه فيه أو موقف هو مر فيه، تجربة أو خبرة مر فيها، فحس إنه الكلام هذا منطبق عليه. طيب هذا من ناحية. فأحيانا الشخص بالذات إذا ما بيتكلم ما تكلم مع أحد، ما فرغ انفعاليا هذه المشاعر السيئة أو الحزينة، هو لما يسمعها في الأغنية ويبدأ يفكر فيها، هو كأنه نوع من التفريق حصل من خلال سماعه لهذه الأغنية اللي هي حكت عن موقفه الحزين أو موقفه السلبي أو الشيء أو الخبرة الحزينة اللي هو مر فيها، فممكن يكون هذا واحد من الأسباب. في بعض الأغاني أحيانا بتخلينا نعيش موقف عشناه قبل كده فتذكرنا فيه، مو بس أنها تخلي مشاعري أنا تخرج أو تطلع اللي أنا مثلا ما عبرت عنها أو ما قلتها لأحد أو ماني قادر أقولها لأحد، لا بتذكرني بمواقف ممكن تكون أحيانا حلوة حتى مع أنه الأغنية مثلا حزينة أو كلماتها، بس نفس الموقف أنا عشته مثلا أو الشخص عاشه وكان له بعض الإيجابيات أو كان في أشياء جميلة في هذا الموقف، فممكن هنا مهما كانت الأغنية حزينة فممكن تتحسن حالتنا المزاجية بسبب الذكرى اللي عشناها وقت سماع هذه الأغنية.
يعني كذا كلام معقول، وأنا يعني ممكن أيضا أتفق معك. طب بعيدا عن الموسيقى، هل يعني في أستاذة حنان جوانب مهمة في حياتنا للتغلب على الحالات المزاجية الحزينة أو التعيسة في حياتنا عشان نقدر نتغلب عليها ونعيش حياتنا بكل إيجابية؟ ايوه طبعا، يعني احنا بالنسبه لنا كمسلمين في عندنا حاجه مهمه، يمكن ما بدي اركز كثير على الجانب الديني، بس احنا كمسلمين فعلا وعموما الجانب الروحي مهم، وهذا الجانب الروحي احنا كيف ممكن ان احنا نساعد انه احنا نعيشه بشكل جيد. في عندنا اول شيء الصلاه، في عندنا الصلاه بخشوع، انه في خشوع بتامل، هذه تساعد كثير في تحسين هذه لحالها مديتيشن. بالضبط، اللي هو التامل اللي هو المديتيشن. بالضبط صح. عندك مثلا قراءة القرآن بتدبر، يعني يكون تختاري الوقت المناسب والمكان المناسب، يعني تعملي لنفسك جو. شفتي لما تكوني مثلا رايحة بتعملي مثلا جلسة استرخاء أو مثلا في يوغا، فبتهيئي الجو. صح. أيوة، أنا أصلا لسه جاي بتتكلم عنه. قراءة الأذكار، الأشياء دي كلها بتحسن من الناحية المزاجية إذا اتعملت بتدبر، اتعملت يعني بهدف، يعني بقصد، مو بس كذا بشكل سريع او بشكل تلقائي عشوائي. كمان عندنا الجانب اللي هو ده حق التامل واليوغا مثلا، من الرياضات او الاشياء اللي ممكن نعملها كثير برضو تحسن من الحاله المزاجيه، لانه هنا بيكون في تركيز على التنفس العميق، والتنفس العميق واحده من الوسائل اللي تساعد على الاسترخاء، وبالتالي تساعد على تحسين المزاج. لعب الرياضه برضو من الأشياء اللي مثبتة علميا، يعني مو بس أن أنا بطلع طاقة سلبية من خلال الرياضة، لا فعلا الرياضة لما الشخص بيلعب في مادة تفرز في المخ بتخلي الإنسان بيحس بسعادة أكثر واستقرار انفعالي أكثر. ففي عدة أشياء ممكن الإنسان يسويها في حياته تساعد على تنظيم الانفعالات وتحسين الحالة المزاجية عند الشخص. يعني ما أقول علاج لأمراض واضطرابات نفسية، ولكن تحسين المزاج لحد كبير. عشان كده احنا كثير من الاحيان ننصح كثير من الاشخاص بتحسين اسلوب حياتهم، انه هذه الاشياء كلها تتعمل، يعني يتخصص لها اوقات عشان الشخص يعملها، فبالتالي تتحسن حياته. وطبيعيه جدا وسهله جدا، وممكن تكون اسلوب حياه جديد فعلا يغير مزاجك للافضل، وبالنهايه اذا تغير المزاج للافضل انت حتقدر تنتج في حياتك اكثر وحتعيش حياتك سعيد ومرتاح للنهايه. شكرا لك استاذه حنان شافي الاخصائيه النفسيه على هذه المعلومات اللي ذكرنا لكم، هي اليوم جدا مهمه، اتمنى انكم تركزوا فيها وتبداوا تغيروا حياتكم من بكره، او اذا تقدروا من اليوم، ترى لسه اليوم ما خلص، فتقدروا تبداوا من اليوم وتغيروا حياتكم نحو الافضل دائما. واحنا اكيد مكملين معاكم، بس فاصل قصير وراجعين. أخبار سعيدة وجميلة جدا، النشاط الرياضي النسائي بعد أن حققت جامعة دار الحكمة الريادة في تنظيم بطولة الجامعات السنوية، وحققت أيضا الإنجاز والصدارة في النسخة التاسعة بمشاركة 9 جامعات لأول مرة في تاريخ البطولات على هذا المستوى في المجتمعات السعودية. تفاصيل أكثر عن هذه الأنشطة الرياضية مع ضيوفي اللي مشرفيني اليوم في استوديو ساعة شباب، هند السحتوت مسؤولة الأنشطة الرياضية بجامعة دار الحكمة، وأيضا تهاني طالبة وحاصلة على المركز الأول في بطولة السباحة ما شاء الله تبارك الله، وأيضا رزان النجار لاعبة كرة سلة بجامعة عفت. ما شاء الله اليوم معايا ابطال انا في الاستوديو، ولكن خليني اسالك هند، بدايه حبيت ومهتم اعرف تفاصيل اكثر عن هذه الرياضه وبطوله الالعاب للرياضات والجامعات، من ايش تاريخها بالضبط وفكرتها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جامعه دار الحكمه الحمد لله لها الرياده بتنظيم البطوله السنويه الرياضيه، هذه السنه التاسعه من 2010 بفضل الله، واحنا بننظمها عندنا بقيادة دكتورة ميسون صويغ، وأنا مسؤولة الأنشطة الطلابية. فبفضل الله يعني سنة ورا سنة بتزيد الألعاب، بتزيد عدد الفرق المشاركة، يعني هذه تاسع سنة معانا، 9 جامعات معانا، 6 رياضات،
يعني بفضل الله. طب لو نبغى نعرف فكرتها بالضبط، ايش فكرة هذه البطولة؟ هي قائمة على التنافس بين الفرق المختلفة بعدة رياضات، يعني مثلا زمان كان عندنا كرة سلة، تنس ريشة، تنس طاولة، الآن تطورنا عندنا جري، سباحة، يعني كل لو علينا بندخل رياضات أكثر وأكثر بإذن الله مع الوقت. طب لو سألتك يعني هند كم عدد الطالبات اللي شاركوا في هذه الرياضات؟ الحمد لله دي السنة عندنا فوق 160، يعني 200 طالبة، نطمح بإذن الله اللي يعني بالألوفات بإذن الله مع مرور الوقت. طب تعالي خليني أسألك، ما شاء الله ابتسامتك جدا جميلة، واضح أنك مبسوطة يعني بالميداليات الذهبية اللي حاصلة عليها، إنجاز جميل ويحسب لك تهاني، ولكن هل هذه المشاركات نقدر نقول محصورة فقط للطالبات ولا كل منسوبي الجامعات يقدروا يشاركوا في هذه الدورة؟ لا، هي صراحة البطولة تستهدف الطالبات والخريجات، وبيكون في دار الحكمة كمان بتنسق مباريات ثانية في الجامعة، وفيها بيشتركوا يعني كل منسوبين الجامعة. ايوه كل منسوبين الجامعة. حلو، طب كلمينا عن بطولتك شوية، كيف كانت البطولة، سهلة ولا صعبة؟ صراحة يعني ما اقدر اقول انها سهلة، هي ممتعة اكثر شيء، يعني هي من جد كانت مرة ممتعة. ممكن تقولي انه الاحساس انه انا داخله بطوله، واحساس الادرينالين اللي جوتي كذا ومنافسه وكذا، هو هذا اللي مره حلو. يعني ما في شيء سهل. في رياضه السباحه تحديدا كانت المنافسه بينك وبين كم طالبه؟ كم طالبه؟ احنا كنا تقريبا كم؟ ستة. ستة طالبات. ستة طالبات. إيه. نافستيهم وأنت عارفة كم؟ أنت عارفة لما تكوني في اللحظة هذيك ما بتركزي في أي شيء ثاني، خلاص أنت بتطالعي إيش قدامك، خلاص دحين حنزل حسبح خلاص. ولازم أفوز وأحصل المركز الأول. ألف مبروك تهاني. طب بالنسبة لك رزان، ما شاء الله يعني لعبة كرة سلة، كيف يعني القوة البدنية عندك ممتازة لهذه الرياضة؟ تحتاج رياضة بدنية، قوة بدنية جدا عالية. تحتاج قوة بدنية ومهارات، ولازم توازني بين اثنين، تدي لهذا حقه وتدي لهذا حقه. طب كيف كانت مشاركتكم ومنافستكم بما انك مع جامعة عفت، وكيف كانت منافستكم مع جامعة دار الحكمة؟ هل احنا يعني من زمان عندنا تنافس عالي، ما شاء الله الفرق اللي جات من الرياض كمان زادت التنافس على الجميع صراحة. مين فاز؟ متحمسة أعرف مين فاز هذه الرياضة. جامعة عفت أو جامعة دار الحكمة، مين اللي فاز؟ إحنا كنا تقريبا هي كان بالنقاط السيستم، فما شاء الله يعني هزموكم. يا مهيرة بتقول يعني دائما إحساس الهزيمة لا ما شاء الله عليها عالي. يعني كل سنة ما شاء الله تبارك الله الفرق بتزيد والتنافس بيزيد، يعني ما شاء الله تبارك الله ما كنا نتوقع أسماء جامعات تشارك معانا الآن، فبالعكس الروح التنافسية بتزيد، إقبال جامعة ورا جامعة كل سنة. يعني نطمح خصوصا أن المنافسة أتوقع كانت جدا صعبة، يعني جدا ما شاء الله عندكم ما شاء الله طالبات مبدعات ومؤهلات لمثل هذه الرياضة، وبنفس الوقت جامعة عفت يعني ما شاء الله مهتمة بهذا الجانب، فأتوقع كانت المنافسة جدا عالية. طب هند خليني أسألك، بما أنك يعني ما شاء الله أول طالبة حاصلة على منحة رياضية، فكيف وصلتي لهذا المستوى؟ إيش الرياضة اللي حصلتي فيها أو خلتك وأهلتك لهذه المرحلة وهذه المنحة؟ يعني الحمد لله بفضل الله ثم بفضل جامعة دار الحكمة، لما قدمت على الجامعة شافوا عندي إنجازات رياضية وقبلوني بمنحة رياضية خصوصا بكرة السلة، بس أنا في عدة ألعاب ثانية. يعني ما شاء الله اليوم عندنا لعبتين كرة سلة. تعلموني ألعب معكم؟ أنا مستعدة أنافس معكم. أكيد تفضلي يعني. لازم تدربيني. أكيد إن شاء الله حياك عندنا في أي وقت. طيب عادة كم بتستمر البطولات وفين بتقام؟ هل وقت ما تلاقوا ملاعب مجهزة بالرياضة اللي حابين تقوموا فيها فبتقام، ولا في مكان معين؟ وكم أيضا مدة هذه الدورة؟ احنا الحمد لله يعني مثلا لو جيتي ل 2010 كانت جامعة دار الحكمة هي المستضيف الوحيد، فهي المنظمة والمستضيفة. فمع مرور الوقت وزيادة أعداد الجامعات المشاركة صرنا نطمح لمكان أكبر أوسع في جمهور أكثر، عشان كده هذه السنة تعاون مع جامعة عفت باستضافة يومين في كرة السلة.
باذن الله في السنوات القادمه يعني باذن الله الجوهره صار خضره يعني ما نقول الله. لا باذن الله يعني. انا معاكم في كل مكان حابين تروحوا. طيب ايش اكثر الالعاب اللي نقدر نقول كانت فيها المنافسه جدا قويه ومين كان التحكيم يعني مين لجنه التحكيم دائما بتكون؟ يعني الحمد لله مع مرور السنين كل ما زادت المنافسات زاد يعني طموح الجامعه لتقديم الافضل والقسم الرياضي. فهذه السنه والسنه اللي فاتت كان عندنا حكمه دوليه من البحرين، فالتحكيم الحمد لله يعني دائما نطمح يكون الافضل بمنافسات اقوى وزي كذا. ايش اكثر الالعاب اللي كان فيها عليها منافسه قويه جدا؟ طبعا هي كره السله معروفه يعني رقم واحد كره السله، التنافس فيها عالي جدا بين جميع الفرق، وتيجي بعدها في سباق الجري، سباق التتابع. هذه السنه لاول مره سباق السباحه يكون معانا، والبلياردو والفرفاره يعني ما شاء الله حتى جمهورها بيزيد. في البلياردو والفرفاره كمان؟ لا ما صدق جيبوني معاكم. لا حقيقه اشتقت ايام الدراسه. طب بنات قولوا لي كيف كان جمهور البنات لما كانوا بيحضروا هذه المنافسات؟ هل بتشوفوا جمهور قوي زي ما بنشوفه في استاد الجوهره وملعب الجوهره؟ يعني زي جمهور الشباب تفاعلهم بيكون معاكم قوي جدا ولا لا؟ شوفي هي ابدا مو بالعدد يعني، هي ما شاء الله تجيكي واحده وتكفي عني. ايوه ما شاء الله. فالتشجيع صراحه جزء مهم من اللعبه لروح الفريق يعني كله بينعكس على ادائهم، وما شاء الله ما حد قصر يعني جو البنات يعني حتى من الحكمه جابوا مشجعات يشجع الكل يعني اي احد يدخل بيشجع. وكان تهاني لطيف. ايوه انا كمان يعني ما بيكون لعبه، انا في فريق التشجيع التشير ليدنج. اوه حلو. ايوه فيعني حلو التشجيع انه بيصير، انه كمان بنسوي عروض قبل الجيمز ولا في نص الهاف تايم وكذا، فعشان نحمس تحمسوا البنات بس. أيوه. الامانه يعني نقدر نقول يعني نقدر ننافس الشباب في الجمهور ولا لسه المنافسة قوية حتكون بيننا وبين الشباب؟ والله ما شاء الله تبارك الله يعني الجمهور جيد ما شاء الله، يعني الحضور جيد خصوصا الطالبات أهاليهم جامعاتهم يعني كل من يجي يبغى يشجع الفرق حقته. طب خليني أتكلم مع تهاني وأسألك عن الاستعداد والتدريبات لمثل هذه البطولة خصوصا إذا كانت المنافسة جدا قوية، كيف كنت بتتدربي؟ كيف كنت بتستعدي لهذه البطولة؟ طيب في الصراحة يعني هي البطولة بتيجي مع الدراسة وزي كذا، بس انه اول ما سمعت خبر انه داخلين على البطولات خلاص انا حطيت الدراسة على هولد، انا عندي السبورتس مرة احبها. فسوينا internal competition يعني علشان نعرف مين هم البنات اللي حنختارهم اللي حينافسوا في البطولة. اي يتأهلوا. فمنها لما عرفت انه خلاص يعني انا حدخل، اخذت كذا كم tips وtricks من الكوتش كذا تقول لي يعني سوي كذا لا تسوي كذا هذا احسن كذا انه عشان يساعدني. فكم ما كنت بتتمرني كل يوم؟ بتسبحي كل يوم؟ كم عدد الساعات اللي تتمرني فيها ولا ما احتجتي ذا كله ولسه الفريق ضعيف يعني في البنات؟ يعني كنت متوقعه انك تحصل المركز الاول؟ لا صراحه مو اني متوقعه انه احصل المركز الاول، بس انه ايوه يعني في وقت فراغي كنت ممكن مثلا اروح الجيم اللي في الجامعه يعني انمي عضلاتي شويه صحصحهم شويه. حلو. طب بالنسبه لك رزان كيف كانت الاستعدادات والتحضيرات لكره السله؟ كره قويه والله يعني رياضه قويه. احنا هذا الدوري ارهاق ارهاق نفسي وجسدي وبدني وكل شيء وعقلي وعقلي كمان حقيقي. طب كيف كانت استعداداتك؟ احنا والله دائما يعني هذا الدوري بيصير سنويا، فدائما بنتحمس ونجهزه من بدري يعني، فتعرفي يعني نشتغل على المايند سيت، نشتغل على القوة البدنية وعلى الكيمستري بالفريق وسواء والخطط. فهي كانت أول مرة بنستضيفه كهاف كورت يعني ما كان ملعب كامل. ملعب كامل كان نصف الملعب، وكان صراحة تجربة ممتعة جدا يعني. حلو. طب هند يعني كلميني عن الأرقام المتميزة اللي تحققت من البنات، واللي احنا فعلا فخورين بهذه الإنجازات يعني خصوصا في جامعة دار الحكمة اللي اكتسحت الصدارة في هذه الرياضات النسائية. يعني الحمد لله إذا جيت لأرقام احنا عشان ما بناخذ الإعداد بالضبط، بس أقدر أقول بميداليات ذهبية. يعني الحمد لله جامعة دار الحكمة أخذت الميدالية الذهبية بكرة السلة لأكثر من 6 سنوات، ف
يعني الحمد لله عندنا ريكورد متصدرين يعني متصدرين في سباق الجري عندنا الحمد لله من 2010 للآن إحنا المركز الأول، فما شاء الله يعني في عدائين. والتجهيزات برضو عندنا للاعبين أكثر في الرياضات الجماعية بنركز عليهم، وبرضو في رياضة مثلا البلياردو عندنا تدريبات يومية ومكثفة دائما قبل البطولات عشان نجهز اللاعبين. أنا سمعت كمان أنه كان في لاعبات من برا السعودية، من خارج السعودية شاركوا معاكم في هذه البطولات ونافسوكم، فمن وين جو؟ اللي خارج المملكة هي كانت الحكم فقط. فقط الحكم؟ أيوة، لكن اللاعبات يعني في هذه البطولة ما كان عندنا، لكن احيانا بيتم انه الطالبات ممكن بيروحوا بيشاركوا بمباريات وديه خارج المملكه، يعني اشياء زي كذا. حلو، في يعني اكتيفيتي بتسووها ورياضات يعني خارج المملكه وبتهتموا بهذا الجانب. جميل جدا اني اشوف جامعه فعلا بتهتم بالجانب الرياضي، وان شاء الله وعقبال يعني السنين الجايه نافس اكيد ان شاء الله. نبغى كمان تدخل على كره القدم، يعني ما تكتفوا بكره السله، انا شايفه في يعني بنات كثير مبدعات في هذا المجال، فان شاء الله يتوسعوا الدائره ويصير السنه الجايه يكون في كره قدم، في كثير من الرياضات المختلفة أيضا للنساء. وشكرا لكم على تواجدكم اليوم في ساعة شباب، يعني صراحة منورين ومبدعين. طب لو تكلمنا عن السنة القادمة وبعد نهاية هذه الدورة، الدورة التاسعة للرياضات النسائية، هل محضرين شيء مختلف للسنة الجاية هند؟ أقدر يعني في هذه النقطة أقول من اهتمامات الجامعة، يعني الجامعة جدا مهتمة بالرياضة، خصوصا إدارة الجامعة ودكتور ميسون مديرة الأنشطة الطلابية. يعني الاهتمام هذا مو منحصر فقط إن إحنا نقدم البطولة الرياضية، يعني بإذن الله عندنا الآن دبلوم اللياقة البدنية مع أكاديمية رواد اللياقة عشان يكونوا لاعباتنا مؤهلين أكثر للدخول في الجانب الرياضي. فبإذن الله السنة الجاية يعني تكون الرياضات على مستوى أوسع، تكون لاعباتنا مؤهلين على نطاق أكبر، نفتح المجال ممكن زي ما قلت لك في صالة الجوهرة. يكون هل تسعوا لهذا الشيء؟ يعني هل طلبتوا أو قدمتوا أو بحثتوا أيضا في هذا الموضوع ولا لسه؟ يعني الحمد لله في الأبحاث جارية حتى هذه السنة، ولا يمكن كل ما زدنا أكبر صار الحصول على الرياضات القاعات هذه أسهل لنا. طب السؤال المهم، قد ايش الالعاب الرياضيه بتقوي من شخصيه المراه وتخليها ايضا تنجز في دراستها؟ هل بتشوفوا اختلاف ملاحظ يعني بعد ما البنت شاركت في مثل هذه الرياضات تغيرت في دراستها واصبحت مجتهده اكثر في الدراسه؟ خلينا نسال السؤال تهاني ورزان، يعني هل لاحظتوا الفرق؟ يعني هل تنصحوا ان البنات كلهم حتى اللي برا جامعه دار الحكمه او جامعه عفت انهم يمارسوا مختلف الرياضات وممكن ايضا يستمروا في هذه الرياضات؟ انا ممكن تعدل من مستواهم الدراسي او ايضا حالتهم النفسيه، فكيف معك كان الوضع تهاني؟ طبعا صراحه يعني انا انصح الجميع انهم يمارسوا في الرياضه، مو عن انه من ناحيه انه جسمك علشان تهتمي بجسمك وكذا، انه كمان حتى في الاسلام وفي حديث انه يقول انه علموا ابنائكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، يعني حتى في الدين موجود انه مارسوا رياضه. بس صرت مجتهده اكثر بعد الرياضه ولا لا؟ ممكن اقول اني صرت معروفه اكثر. حلو. وانه جاتني فرص اكثر، يعني الحمد لله علشان يعني شاركت جاتني فرصه اني اكون هنا. جميل جدا. وبالنسبه لك رزان؟ انا اشوف والله انه دائما العقل السليم في الجسم السليم، فكله بينعكس على بعضه. العامل النفسي جدا مهم. انا عن نفسي تغيرت حياتي بعد ما دخلت مجال الرياضه وكذا، واكيد اثر على ادائي وتحصيلي العلمي. حلو. وبالنسبه لك انت، يعني انت الاداريه والمسؤوله عن هذه الرياضات؟ اكيد، يعني الحمد لله جزء منها اني انا حصلت على منحه رياضيه. وطبعا تطور جدا في ادائي الدراسي، حتى انا كملت ماجستير وانا لا ازال لاعبه، يعني ما خلى الرياضه على جنب والدراسه على الجنب، بالعكس كانت جنبا لجنب. في برضه من طالباتنا الان الاوائل على دفعاتهم وما شاء الله لاعبات متميزات، فبالعكس الرياضه جنب لجنب مع الدراسه. يعني جميل جدا. نحن نشكركم فعلا على تواجدكم اليوم معنا في ساعه شباب، فخورين فيكم جدا على هذه الإنجازات الجميلة تحسب للمرأة السعودية فعلا. شكرا لك هند وتهاني، وأيضا
غزال نورت اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. ومشاهدينا اكيد مكملين معاكم، بس حنطلع فاصل قصير وراجعين. حياكم من جديد مشاهدينا وفقرة الأخبار منوعات، نشوف ايش عندنا أخبار اليوم. في الخبر الأول، طباعة أو أطول جسر من الخرسانة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وتمكن علماء كلية الهندسة المعمارية بجامعة صينية من طباعة جسر من الخرسانة المسلحة بطابعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر هذا أطول جسر في العالم. صنع بهذه الطريقة، يبلغ طوله 26 متر وبعرض 3.6 متر، ووفقا للمصممين كانت كلفة طباعة الجسر ثلث تكلفة بناؤه بالطريقة التقليدية، يعني أرخص. تخيلوا، يعني أرخص بكثير أنكم طباعة الجسر ب طابعة ثلاثية الأبعاد أرخص من طباعة من يعني بنائه بالطريقة التقليدية المعروفة للجسر بالخرسانة المسلحة. فعلا التقنية الجميلة، والصين دائما متصدرين بالأمور التقنية، بنشوفها دائما في أخبارنا اليومية. إلى أيضا خبر آخر، وسقوط طفلة وسط الدببة، رح نشوف إيش صار لها أيضا في الصين وفي حديقة حيوانات بالصين. ظل الزوار يحبسوا أنفاسهم بعد أن سقطت طفلة وسط دببة الباندا. تخيلوا كيف رح يكون الموقف، رح نشوف معانا الخبر. يا عمري شوفوا الطفلة وين، وشوفوا الثلاثة دببة ودببة الباندا اللي كانوا رايحين لها بالطريق، وفجأة طبعا ما حد يقدر ينزل لها، ففضلوا يساعدوها ويسحبوها في نفس الوقت، وقبل الحمد لله قبل ما يتمكنوا الدببة الثلاثة أنهم يوصلوا لها. يعني صراحة أنا ألوم أهل الطفلة وين كانوا عنها لما انطاحت، وأيضا ألوم حديقة الحيوانات اللي ما كانت مجهزة المكان المخصص لهذه الدببة بطريقة آمنة جدا للزوار وأيضا الأطفال. يعني كيف شايفين السور، واضح أن السور اللي يربط بين الزوار ودببة الباندا جدا قصير، يعني أي طفلة صغيرة وشجر، يعني أنا أصلا ماني شايفة سور، شايفة شجر، فبكل سهولة يقدروا الأطفال أنهم يتزحلقوا، أو مع الازدحام الموجود الكبير في هذا الفيديو يقدروا أنه على طول، أن سهل الموضوع جدا للأطفال أنهم يطيحوا وينزلوا لمكان الدببة بكل سهولة. فحافظوا على أولادكم وانتبهوا خصوصا من هذه الأماكن وحديقة الحيوانات. الحمد لله ما عندنا حديقة حيوانات، نفتكر كان عندنا قبل 10 سنين 15 سنة، لكن متأملين إن شاء الله في مزارع، عشان نقول أنه فعلا في مزارع فيها كثير من مختلف الحيوانات النادرة، ولكن يعني الحمد لله إنها آمنة جدا جدا، فحافظوا على أولادكم. إلى خبر آخر، خبر جدا جميل لنهر قوس قزح، أحد أجمل الأنهار في كولومبيا. من منكم زار هذا النهر، يعني اللي فيه نقدر نقول جميع الألوان الجميلة، ألوان قوس قزح، ويعتبر هذا النهر من أجمل الأنهار في العالم، أنه توجد في المياه العذبة الملونة وأيضا المتداخلة في تشكيلات عجيبة. يبلغ طول النهر حوالي 62 ميلا، وتنمو فيه مجموعة من النباتات المائية والأعشاب والمرجان، وما يؤدي إلى خلق مزيج من الألوان في النهر، وهو ما يغري السياح لزيارته. فعلا نهر يستحق الزيارة، شيء جدا جميل، وأول مرة أشوف نهر قوس قزح، فعلا مناظر جدا جميلة، ومياه عذبة في النهاية وفيها الكثير من الأعشاب النباتية وأيضا النباتات المائية والأعشاب والمرجان بنفس الوقت. هذا ينفع أتوقع لوكيشن تصوير جدا قوي، صح ولا لا يا عبد الرحيم؟ ينفع لوكيشن تصوير، تطلع صور فظيعة، صح؟ جدا جميلة صراحة، تخيلت كذا المنظر
كيف يكون في جلسات التصوير. يعني ممكن أسافر بس عشان أتصور وأرجع لكم بنفس الوقت. إلى أيضا المستمرين بالخيال والفن والإبداع في خبرنا الرابع والعلاقة المستمرة دائما. قرر فنان فرنسي استخدام خياله الواسع ابتكار لوحات فنية غريبة من نوعها وجديدة أيضا باستخدام الصور اللي تدمج بين شخصيات خيالية وشخصيات واقعية بنفس الوقت، زي احنا شايفين في الصور اللي قاعدين نشوفها. يعني قاعد يربط ويدمج بين الشخصيات الموجودة الخيالية الموجودة في أفلام الكرتون أو الموجودة أيضا في كثير من الأمور نشوفها ما تكون واقع، وبين الواقع بطريقة جدا جميلة وابتكاري. خلينا نقول فعلا أن الخيال ليس له حد دائما، ودائما يكون الإبداع في اللوحات الفنية للفنانين والرسامين والمبتكرين أيضا في مختلف المجالات. هذه صورة فوز، لا هذه من جد الضحك. أنصحكم بمتابعة هذا الفنان لكل عشاق الفن والرسم، فعلا صور جدا جميلة وأول مرة نشوفها في حياتنا. طبعا كانت هذه معنا آخر أخبار اليوم، ولكن راح نروح لتقرير يلا سلام. وتقريرنا اليوم أيضا غريب وفريد من نوعه. تخيلوا إذا أنتوا راح تشوفوا أغرب الظواهر الغير مفسرة على وجه الأرض. شفنا كثير من الظواهر اللي بتصير في الأرض وما لها أي تفسير علمي، فنحن راح نشوفها مع بعض اليوم في تقرير يلا سلام. نروح نشوف. يقدم كوكب الأرض عروضا طبيعية لا تنتهي من الظواهر الغير طبيعية والتي عجز العلم والعلماء عن تفسير الكثير منها والمنتشر في أرجاء الأرض المختلفة. خلونا نتعرف اليوم على بعض أغرب الظواهر على كوكبنا. العفريت الأحمر. على مدى عقود كان الطيارون هم الوحيدون المحظوظون بما فيه الكفاية لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية التي لا تصدق والمعروفة باسم العفاريت الحمراء، وهي عبارة عن اندفاع نادر من الضوء الذي يجري أكثر من 50 ميلا فوق سطح الأرض أثناء حدوث العواصف الرعدية. فقاعات غاز الميثان. هذه البحيرات قد تبدو أنها مليئة بمخلوقات غريبة، ولكنها تمتلئ في الواقع بالآلاف من الفقاعات لغاز الميثان المجمدة والقابلة للاشتعال، والتي تسربت للبحيرة من مناطق مجاورة. النهر المغلي في الأمازون. تم اكتشافه مؤخرا وهو نهر يبلغ طوله 4 أميال وتصل درجة حرارته حد الغليان، وذلك نتيجة الينابيع الساخنة التي يتغذى منها. الثقب الأزرق الكبير. هو ثقب دائري مذهل قبالة سواحل جزيرة بلايز قرب أمريكا الشمالية، ويصل عمقه إلى 124 متر وقطره إلى 300 متر ويحظى بشعبية كبيرة من هواة الغوص. باب جهنم في تركمانستان. هذه البوابة النارية عبارة عن حقل الغاز الطبيعي الذي تم حرقه باستمرار منذ اكتشافه في عام 1971، ويقع قرب قرية ديرويز في وسط صحراء كاراكوم. كثير هي الظواهر الغريبة على كوكبنا الغير مفسرة حتى الآن، ويلا سلام. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. فعلا إذا شفنا مثل هذه الظواهر وما كان لها أي تفسير علمي ما نقول غير سبحان الله. ونحن أكيد مكملين معاكم، وجواهر زهران مدونة باللغة الإنجليزية، تفاصيل راح تكون بعد الفاصل.
صح ضيفتنا تخصصت في مجال او تخصص نظم معلومات، ولكن مثلها مثل اي بنت ثانيه تخصصت في مجال وكان شغفها وطموحها وحبها في ناحيه ثانيه وناحيه مختلفه ومجال ايضا مختلف. عندها تحمل حس صحفي واخباري اختزلته في صناعه منصه مرئيه الكترونيه تقدمها عن احداث مختلفة باللغة الإنجليزية. رح نتعرف على تفاصيل هذه المنصة مع ضيفتنا مشرفتنا اليوم جواهر زهران مؤسسة منصة مرئية. أهلا فيك جواهر. أهلا فيكي، شرف لي. شرف لينا أكيد. جواهر، بداية نبغى نتعرف عنك أكثر من الناحية العلمية وأيضا الهوايات والشغف. أوكي، أنا اسمي جواهر زهران، تخرجت من دار الحكمة نظم معلومات إدارية. واو. MIS. أيوه. فأول شيء لما بدأت الجامعة يعني كنت أحب أنه أكتب مقالات بالإنجليش، وأنا طبعا من هواياتي اللي هي الكتابة. حلو. فأحب أكتب وأقرأ، بس حسيت أنه كتابة المقالات أنه هذا الشيء أنه مرة أحبه، فهذا الشيء فاللي جذبني انه اكتب في الصحافه وزي كذا. ففي كان يعني حسن الحظ انه جامعتنا ما شاء الله فيها كثير مواهب نوادي، فمنها اللي هو الانجليش جورناليزم كلوب. هذا النادي انا شاركت فيه، فكنت يعني اكتب. فنفس الرئيسه قالت يعني بعد ما خلصت يعني انه كانت هي مشغوله في اول في اخر سنه تعرفي في الدراسه وكذا، فقالت لي واي نوت يو جو يعني انت تصيري انه البريزيدنت. فقلت لها رحبت بالايديا وقلت واو يعني واي نوت بيكم ذا بريزيدنت، واي ديد بيكم ا بريزيدنت وعملت اونلاين نيوزليتر. يعني هي كانت اول شيء انه كيف بديتي وتحولتي للسوشيال ميديا، وايضا بديتي في كتابه الاخبار. يعني انت كنت تكتبي اخبار ولا مقالات؟ مقالات. وبس لما تحولت للسوشيال ميديا صارت مجله يعني خاصه. اول شيء بدات في الجامعه، بعدين قلت انه خليها تصير مجله انه لجميع الناس، فخليتها انه مور بابليك. حلو. ايوه. طب ايش اكثر؟ فطبعا هي مجلتي يعني متنوعه، فيها احداث، فيها ايفنتس، فيها يعني ارتكلز عن البيوتي، عن الهيلث، عن حلو. طب بس لك ايش اكثر مثلا المجالات اللي حسيتي ان الشباب يتفاعل مع هذه الاخبار والمقالات؟ اكثر شيء انا بلاحظ يعني مثلا انا عندي في يعني اكثر شيء انه في الانستغرام فيد، يعني كل بعد فتره بنزل شيء. طبعا هو اتس لينكد وذ فيسبوك ولينك يعني كله مع بعض. حلو. ايوه. ف الاكثر انا اكثر احيانا كل مثلا اي ثينك كل مونداي او كل جمعه بحط مثلا بوزيتيف كوتس او موتيفيشنال كوتس. فبحس انه الناس بيحبوا انه يتفاعلوا مع هذه الكوتس. ومثلا احيانا كمان في نفس اليوم بجيب مثلا صوره عن مثلا معبد في الهند او صوره مره غريبه بسميها outstanding picture، فبحس الناس بيعجبهم هذا الشيء. يتفاعلوا مع الاشياء يعني نقدر نقول الايجابيه والاشياء الغريبه من نوعها. الغريبه من نوعها يعني اللي ديفرنت شويه. حلو. طب اسستي موقع الكتروني اسمه يو نيوز ليتر، فنبغى نعرف ايش فكره هذا الموقع ومتى بداتي بتاسيسه؟ هو اول ما بدات كان بس انه فيسبوك جروب يعني في الفيسبوك، بعدين بدات يعني هي طورت شويه شويه انه بعدين عملت فيسبوك بيج، بعدين انستغرام، بعدين تويتر، بعدين قلت انه خليني اعمل موقع انه موقع حق مجله الكترونيه او ممكن تسميها نيوزليتر. فبس يعني قبل كم يعني شهرين سنه؟ لا يعني قبل 8 سنين يعني اللي هي اللي بدات. ايوه. الموقع قبل 8 سنين؟ يس. قبل هو انا بدات في فبراير 2011. ايوه. والين اليوم هي بدات الفكره في 2011، بعدين بعد ما تخرجت الجامعه خلاص بدات انه اخذ هذا الطريق واشتغل فيه. طب حلو، يعني انا مثلا حابه ادخل موقعك. ايوه. جواهر ايش راح الاقي فيه شيء يفيدني؟ حتلاقي كثير يعني مواضيع، يعني مثلا ممكن تعرفي ايش الايفنتس مثلا في جده ممكن اتكلم عنها. يعني انت بتكوني ابديت مع هيئه الترفيه؟
يعني بتشوفي انا على طول بتابع ايش مسويين ايفنتات، فانت محولتها كمنصه يعني اللي طفشان وحاب يروح ايفنتات يلاقي كل الايفنتات الموجوده في مدينه جده بس ولا في كل مناطق المملكه؟ اذا في مثلا انا اكثر شيء تركيزي في مدينه جده بس اذا في مثلا ايفنتس انه مثلا ليتس سي زي الاوسكارز ولا ايفنت انه مره كبيره فممكن انه اتكلم عنها او حلو. ايش في غير الايفنت؟ هذا سبب يخليني صراحه ادخل الويب سايت. ايش في كمان غير الايفنت؟ غير الايفنتس عندي مثلا ممكن اجيب لك فاكتس يعني حاجه مثلا حقيقه انه ديد يو نو لايك ذات. حلو. بس ممكن يعني اشياء علميه ومفيده في نفس الوقت. ممكن اجيب لك مثلا مناطق في المملكه او مناطق في العالم واتكلم عنها انه مو بس كصوره، اتكلم عنها يعني از باك جراوند ايش هي واتس ذا هيستوري زي كذا. حلو. كمان يعني انت معلومات مفيده، تاريخ وايضا ترفيه موجود في الموقع. ايش كمان في اشياء ثانيه؟ جمال وصحه، احيانا بعمل برضو مقابلات سينس انا. ايوه يعني مقابلات لك شخصيه مع مين؟ مع مثلا برضو اشخاص انه ارتست ولا رايترز ولا طب كيف بتشوفي يعني تفاعل الشباب مع الويب سايت اللي اسستيه؟ يعني هل هو تفاعل انت راضيه عنه اليوم ولا لا تحسي انه ما في عليه اقبال؟ والله هو كل مره عن مره بيزيد الاقبال، يعني اكيد يعني قبل اول ما بدات كان مره ضعيف، بعدين بدا شويه شويه يتطور، انه كل ما انت تكوني انجيجد كل ما يزيد عدد الفولورز. يعني هل بتجيكي تعليقات؟ جاتني تعليقات اكثر شيء في حتى في اليوتيوب فيديوز. فطبعا اكيد في تعليقات سلبيه وتعليقات ايجابيه بس يعني مكمله. لا يعني انا يعني في تعليقات ايجابيه بس بتشتغلي على تطوير وتحسين الموقع. طب ما قلتي لي على طاري الفيديوهات اللي على اليوتيوب. ايش بتسوي على اليوتيوب؟ على اليوتيوب بعمل زي كفرجز يعني مثلا تغطيات. اي بتغطيات. ممكن بعمل يعني لقاءات مع ناس في نفس الايفنت و بتكلم عنه، يعني مثلا بروح مثلا معرض معين وبصوره بتكلم عنه ايش هو زي كذا. حلو. طب يعني سؤال جاء في بالي مره مهم، يعني انت اخترتي انستغرام، الويب سايت اللي سويتيه، فيسبوك، ليه ما اخترتي سناب شات؟ الحين احنا توجه الشباب والبنات ويور تارجت يعني الفئه المستهدفه لك في الويب سايت سناب شات، فليه ما بتعملي هذه التغطيات على سناب شات؟ ليش كذا مهمشه هذا التطبيق؟ مع انه اهم تطبيق اتوقع حاليا. ممكن يكون اهم تطبيق بس انا حسيت انه اسهل لي يكون الانستغرام، لان يعني انه هو بيأدي نفس الغرض حق السناب شات، انه في انستا ستوريز فعلى طول انا بنزل وخلاص الفولورز حقون، يعني بدل ما افتح يعني it's gonna be like double work. ايوه فانت خلاص مخلي كل شيء على انستغرام. ايزي يعني. طيب ايش لاحظتي بعد هذه التجربه؟ يعني هل حسيتي انك ناجحه في هذا المجال وحسيتي انها تجربه جدا ناجحه ولا لا؟ والله انا يعني اكثر شيء يعني قبل النجاح اكثر شيء انه انا it's my passion so فلان انا احب هذا الشيء فاكيد اني حابدع فيه. طب هل يعني تخصصك ساعدك بانك نظم معلومات، ساعدك بالشيء اللي قاعده تسويه ولا لا؟ لا هو تخصصي ما له علاقه، هو مور كمبيوتر وكذا بس. يعني انا احب اتس نوت ريلي ريليتد بس انه يمكن حببني في الكمبيوتر كصفه عامه، انه كاديتنج فيديوز، وركينج اون ذا كمبيوتر، رايتنج، يعني اشتغل على ارتكلز، اكتب مقالات زي كذا. مين ساعدك في فكره هذا التطبيق؟ هذا الويب سايت؟ الويب سايت هو ترى كله from scratch أنا سويته. أيوة فطبعا أكيد يمكن جزء يعني اللي علمني إنه كيف الكودين، كيف أرتب الويب سايت، ويب سايت ديزاين وكذا، ممكن يكون له علاقة بتخصصي. طب حاطة يعني نقدر نقول فكرة تطويرية لهذا الموقع، لأنه صراحة يعني فكرة هذا الموقع جدا جميلة، لو استغل بشكل صحيح ممكن يوصل لمئات الملايين، خصوصا نحن دحين في عصر أكيد التكنولوجيا. بس يحتاج لشوية تعديلات تطويرات. أنا عندي دخلت الموقع وشفته، فكرته حلوة بس أنت بتستهدفي فئة معينة، هذه نصيحتي لك اللي بيتكلموا باللغة الإنجليزية فقط. فأنت لو خليتي مثلا المستقبل القريب حاولتي أنك تترجميه أيضا للعربي، فأنت كذا هنا
في هذه اللحظة راح تستهدفي كل الشرائح المجتمع، مو شريحة أو فئة معينة، هل فكرتي في هذا الموضوع؟ بس أنا عشان أحس إنه يعني بالنسبة للغة العربية إنه متواجد كثير، يعني عندنا مثلا صحف بالعربي وزي كذا، بس الإنجليش يعني يمكن كثير من الناس اللي هم يتكلموا إنجليش، حتى في برضو عربي يتكلموا، يعني إحنا سعوديين نتكلم إنجليش، فحسيت إنه as an English newsletter أو منصة وكذا ما في كثير. فيعني انا حبيت وش الخطط التطويريه لهذا الموقع؟ الخطط التطويريه انه اكيد كل يعني انا كل سنه بحاول اتطور، بعمل حاجات جديده، يعني مثلا برضو اتعلم من اغلاطي، انه الحاجات اللي كنت اسويها في السنه دي ممكن احسنها واخليها مور يعني بيتر. حلو، جميل جدا، شكرا لك جوهر زهران، نورتينا اليوم في ساعه شباب، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، عندنا بكرة أيضا مواضيع مختلفة، وأقول لكم فمان الله.